السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض برنامج اسمه بلان اغدر. ده مثل ان هو بيشتغل على الموبايل وبيشتغل اونلاين، وتقدر تضيف كل اعضاء الفريق بتاعك، بحيث ان لو انت في الموقع بتقدر تصور مثلا صورة، تبعت رسالة صوتية، تبعت اي معلومة بتوصل للفريق بتاعك في الموقع، وتقدر تتبادل البيانات. وعنده اي معلومة فيقدر مثلا يشارك معاك اللوحات، فتقدر تحط ملحوظات، بيبقى فيه تاسكات بنقدر ان احنا نعملها ادارة، بيبقى فيه تقارير، بيبقى فيه تواصل، كل الكلام دوت من خلال التطبيق. تعال نبص على البرودكت الموجود، في كونستراكشن مانجمنت، في بيلدينج اوبريشن التشغيل، في البلاتفورم بتاع البراند رادر، في دوكومنتس مانجمنت، في انتجريشن بيتواصل مع بعض التطبيقات وبعض البرامج الاخرى زي مثلا الاوتلوك والجوجل درايف والسكايب. اغلب الحاجات تقدر ان انت لو عندك تطبيق خاص بيك بتقدر تربطه من خلال الاي بي اي الدوكومنت مانجمنت. لو انت عندك برضو ملف ريفت تقدر ان انت تشوفه اكسبلور للملف البيم. لو في كيو ار دلوقتي بقى المنتجات بقى في كيو ار بتقدر تعملها سكان، بحيث يبقى عندك المعلومات كلها. لو في تاج ال NFC تبقى موجودة، فبتبدأ تعمل سكان يبقى عندك كل المعلومات الخاصة بال equipment أو المعدات الموجودة. ده البيم موديل تقدر ان انت تشوفه زي ما انت عايز، يعني حتى من خلال الموبايل تقدر ان انت تشوفه. طيب تعال نخش شوية على التطبيق. هو على طول بيديك الكود بتاع المشروع، المشروع ابتدى امتى، المشروع ده المفروض هيخلص امتى، ايه التاسكات اللي موجودة، في تاسكات اتقفلت، في تاسكات ريسولفت، في حاجات ان بروجريس. بيقسم لك التاسكات اللي موجودة، وتقدر تيجي هنا تشوف الحاجات اللي انا عملتها، التايتل بتاعتها اهيت، اي واحدة فيهم تقدر تعمل وان كليك بحيث ان انت تشوف كل المعلومات الخاصة بيها، التايتل بتاعتها، التايب اوف ورك، لو في اي صور متعلقه بيها هتلاقيها برضو موجوده هنا، لو في اي لوح تمام تقدر انت تشوفها، فسيستم الكتريكال اتشفاك، كل الحاجات دي تقدر ان انت تشوف المشكله دي موجوده في انهي غرفه، البروجرس بتاعت المهمه دي هل هي انتهت ولا لسه. بالشكل دوت كده معناها انها لسه. سيف اند كلوز. طيب لو في تاسكات او في حاجات معموله اساين تو مي المفروض ان انا اللي اعملها هتلاقي هنا. طيب في حاجات مثلا ريسيفر، في حاجات فاردو، كل واحده فيهم تقدر ان انت تعمل سيلكت عليها، وبيديك التاريخ اللي اتشغلت فيه والتاريخ اللي المفروض تخلص فيه. طيب لو جينا هنا في الشريط اللي في الجنب هتلاقي اللي هي التيكت اللي احنا لسه شايفينها، تقدر ان انت تقدر تنشأ حاجة جديدة، تضيف معلومة جديدة، تقول له create ticket بالشكل دوت، وهتقول له مثلا الفورم هل هو ده order of work ولا حاجة تانية، التايتل بتاعتها، التايب اوف ورك مثلا assignment، طيب التريد تبع انهي حاجة مثلا door system، الاساين مين المفروض ان هو يعمله، طبعا المفروض بضيف الناس كلها، الريسيفر، الديو ديت، اللاير هقول له مثلا هنا ده الفرونت فيو، هنا سيت بلان بوزيشن، فتح لي اللوحه فببدا احدد المكان اللي موجود فيه المشكله بتاعتي تمام اهيت. تقدر في اي لحظه تدخل وتعدل المكان، وبعد ما تعدل تقول له ايوه هو ده المكان الجديد اللي المفروض ان احنا هنشتغل عليه مثلا اهو، وبعد كده هتقول له يس او نو بحيث ان هو يعدل، وبعد كده اقول له سيف اند كلوز. ده البروجكت ريبورت التقارير. ممكن اقول له انا عايز اعمل بروجكت ريبورت اهوت سات ديوري الزيارة بتاعت الموقع، بقى هنبدا ان احنا نكريتها. اليوميات هتبدأ بقى تملأ البيانات اللي موجودة هنا،
وحتى في الموبايل بيبقى سهل جدا، القناة تقدر ان انت تملاها وتكتب التقرير وبعد كده سابميت ريبورت، بيقول لي في معلومات لسه انت مخلصتهاش، فبقول له ابعتها. ده دوكومنتس والملفات اللي هي البي دي اف وهكذا، هتلاقي هنا تقدر ان انت تضيف عنصر جديد او ان انت تفتح اي واحد فيهم. ده مثلا بي دي اف اهوت الفيل اوف كوانتيتي، تقدر ان انت تفتحه وتشوفه. طيب بعد كده هنلاقي البروجكتس المشاريع، فتقدر ان انت تعمل كرييت للبروجكت. طيب ممكن برضو الفورم والليست هتلاقيهم موجودين هنا، تقدر تعمل فورم جديد او ليست جديد زي ما انت عايز. create a new form، تمام. ممكن اقول مثلا التايتل اهوت، الستاتس مجرد دراج اند دروب وتبدا تبقى موجوده. عايزين نضيف مثلا الديت بعد كده، شوف ايه العناصر اللي انت حابب ان انت تشوفها في التقرير بتاعك وبعد كده تقول له سيف، يبقى يظهر معاك بعد كده. ممكن فورم نيم هنسميها مثلا سايت الديت، ممكن نخليه مثلا زي النهارده. طيب بعد كده اليوزر، لو انت عايز تضيف يوزر تاني او وصلاحيات معينه، هنا بقى الاحصائيات. بيديك بقى نسبة الإنجاز في الشغل، وفي هنا مثلا تيكت ريبورت، في بروجكت ريبورت، ملخص للمشروع.